هكذا. ولذلك نكملوا بهذا الحكمة نتاع إبراهيم بن أدهم هذا الصالح. جاء عنده واحد الرجل قال له راني أشكو قسوة قلبي، وراني مصر على المعاصي، وراني بعيد عن العبادة نتاع ربي، بغيت نولي الرباس، بغيت نولي واش كان شي دواء ولا ما كانش؟ خوك راه مشى، أنا جيت عندك يا طبيب الأرواح، واش تصيب لي شي دواء ولا لا؟ قال له عندي 4 ديال الكنينات، إلا درتهم وصبرت عليهم تبرا من هذا المرض ديال الغفلة ونتاع الإصرار على المعصية. قال له واش ما هو؟ قال له الدواء الأول إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له ابن عمي كلشي الرزق رزقه منين ناكل؟ كان شي رزق من غير رزق ربي؟ قال له أيجمل بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ تأكل رزقه وتولي تعصيه؟ ماشي حشومة؟ أنت لو كان غير واحد السيد يدير الكاس نتاع لاتاي تحشم به، فكيفاش اللي خلقك ورزقك كل شيء هاد الشيء اللي داروا في الكون على مسبتك انت؟ سخر لك السماء والارض والقمره والشمس وتنزل الشتاء باش ينبت لك النبات واعطاك الانعام ابن عمي كاع هادشي داروا لك انت كاع ما توليش كاع تاكل رزقه في التالي تولد. يا لطيف يا لطيف. قال له زيد الثانيه زيد الثانيه الله يخليك زيد. قال له اذا اردت ان تعصي ربك حدثتك نفسك بمعصيه ربك زيد فلا تسكن في ملك الله. ابن عمي فين نسكن؟ السماء ديالو، الارض ديالو، البحر ديالو، تحت الارض ديالو، كان شي ملك من غير ملكه؟ لله ملك السماوات والارض. قال له يا ابن عمي ايجمل بك ان تاكل رزقه وتسكن في ملكه وتعصيه؟ شو انت كالي شارب وتعصيه ابن عمي؟ قال له زيد الثالثه زيد. قال له الثالثه اذا حدثتك نفسك بالمعصيه ايوا زيد فاعصه حيث لا يراك. شوف شي بلاصه اللي ما يشوفش فيها، لان انت تاكل رزقه وساكن في ملكه وتزيد تعصى بعدا ملي تبغي تعصيه شوف واحد الخشيشه دس فيها باش ما يشوفكش. قال له ابن عمي سيدي ربي يقول وهو معكم اينما كنتم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فين غادي ندس؟ قال له تاكل رزقه وتسكن في ملكه واذا اردت ان تعصيه فلن تستطيع ان تختفي عن عينه. فرق غادي فرق غادي. قال له زيد الرابعه زيد الرابعه. قال له الرابعة إذا حدثتك نفسك بمعصية ربك إيوا إذا أتاك ملك الموت ليستل روحك قل له زيد وخرني إن شاء الله شي دقائق. قال له كيفاش سيدي ربي يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ إيوا قال له تسكن في ملكه وتاكل رزقه ولا تستطيع أن تختفي عن بصره إذا عصيته وإذا جاءك الموت لا يؤخر ثانية ما تؤخر. يا لطيف وما زال تعصي؟ قال له زيد الخمسة. قال له الخمسة حينما تأخذك وتجرك الزبانية يوم القيامة إلى جهنم قل لهم الله فما ما نمشيها أنا قادر الله ما نمشيها ما نمشيش للنار أنا. قال له كيفاش سيدي ربك يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون. اشكون ابن عمي يرقد الملائكه نتاع جهنم منين يديوك يسوقوك وانت مكتف ويديك غاديين مكتفين لعنقك وغاديين معك الشياطين مسلسلين معك ويلقيك 70 خريف في جهنم. ابن عمي فما تسلك ما تسلكش حتى الدنيا من الغاشي ديال الدنيا تسلك من الملائكه ديال العذاب يوم القيامه. ابن عمي ابن عمي قال ابن عمي صافي صافي. قال له اتاكل رزقه وتسكن في ملكه ولا تستطيع أن تختفي عن بصره لحظة إذا أردت أن تعصيه وإذا جاء أجلك لا تستطيع أن تستقدم أو تستأخر لحظة وإذا ساقتك الزبانية إلى النار فأنت الضعيف المساق لكي تهوي في جهنم على أم رأسك 70 خريفة. أبعد ذلك باغي ترك العبادة تاع ربي وتعبد الشيطان وتعبد نفسك وتعبد الهوى وتعبد الفلوس وتعبد النساء وتعبد العري وتعبد الشهوة وتعبد الشبهة؟ تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد المرأة تعيس عبد المعصية تعيس عبد الشيطان تعيس عبد
غير ربي اللي ما بغيتش يكون عبد ديالو. افما يتخذ اله هواه، الاله ديالو هو الهوى؟ ها تعبد الفلوس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، تعبد المراه ايوا المراه ما خلاتنيش، المراه ما خلاتنيش، لا اله الا الله، المراه ما خلاتنيش، انا لو كان انا عليا بالله ما نمشي للسعديه وما نتعراش. اسيدي المراه واش خلاتني المراه؟ ايوا استنى المراه تسلك، غتسلك المراه غتسلكي، والله ما تمشاونيش على شرع ربي، ما تسلكش لا مرا ولا والو. وهكذا هذه بعض الكلمات التي فتح الله تعالى ونحن نتحدث عن حق الله عليك في كل يوم، وهي أن تعبده على الحال كله وفي الزمان كله وفي المكان كله، فأنت عبد لله ولست عبدا لغيره، وهذا هو لب الدين اللي خليك ثابت ما تغيرش. فين مارك انت عبد سيدنا؟ إلا زادت لك شي نعمة تزيد لك واسمه خضوع ربي، شكر ربي. وانا نقصت لك؟ ما نقص لك والو، ما دام باقي لك الايمان، باقي لك الايمان، هذا هو اللي كيهم، باقي لك الايمان، راك مازال عبد يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد.